بايظ غير الكاميرا بعيده. قانوني تاع لا ام لا. هلا حبيب تفضل يا روحي تفضل. اخ بس بدك تعذرني مالي قدران اقعد. خير خير ان شاء الله. اخ البواسير ذبحتني ذبح. سلامتك. ذبحتني البواسير. سلامتك يا اخي. والله لو مالي مضطر ما بنزل على الشغل. سلامتك. حياتي بقت اجمل كثير. اي 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 الله يشفيك يا رب. ما بس نشوف الاخ اذا على طريقنا لنوصله. ما في مشكله. وين حبيبي؟ العافيه. هلا حبيبي. الله يوفقك. مقطوع بالبرد مش ملاقي سياره تطلعني. وين وين مشوارك؟ لك هون على دوار كفر سوسه. يلا اطلع على الطريق. الله اطلع. الله يوفقك. الله يكثر من امثالنا. اي اخذناش ها؟ ولا يهمك. شو مالك بعد توجع؟ يا اخ بواسير ذبحتني ذبح. هلا اجتني كريزه وانا عم اسوق. يا زلمه والله بعرفه لا توجع قطعت لي قلبي بس احزر شو معك بواسير كمان؟ لا يا زلمه دكتور. انا دكتور. انت دكتور؟ انا دكتور داخليه بس فصلوني. ليش فصلوه؟ قال خطا طبي رجعتني لايام عمان وقت كنت اعالج البواسير للعالم. دواك عندي. قاعد بقول لك شو الدواء دكتور؟ اخر واحد انا عالجته بالبواسير راحت البواسير دغري. هو راح ولا البواسير؟ شو قاعد بمزح معك يا زلمه؟ بعرفك اشي من قبل؟ بعرفك اشي؟ ارجيني؟ لا ها بعرفك جاش يا زلمه. مهم هذا بهالزمانات لويس الرابع عشر تبع فرنسا بتعرفه؟ هذا شلون تعالج؟ شلون؟ كيف تعالج؟ رصاصة حطوله رصاصة خشب وقتها. لا كان انتحشت البواسير وراحت. وانا اعتمدت هاي الطريقة بالعلاج بعمان عندنا في الاردن. شو هالسلابين هاي؟ لا ما بدك يا سلابين. كان عندهم رصاص يا رجل. سلابين هاي رصاصة كانت شكل خشب. شكل خشب. سهم تحشوا يعني حطوا له سهم. حطوا الخشبة بتكون البسور بفكي وبروح. سلابين هاي نعمل عملية ونتشرك ونعمل ونساوي. فهمت عليك دكتور. من وين هذا بجيبه؟ عندي دقيقة لشوف. أنا هي دائما بخليها معي إذا لقيت شيء مريض بالطريق. بس عيات بالشام ماني مفصول أنا ها بس بسترديش أحكي قدام حدا إني دكتور بعدين بوقفوا علي بالدور. أيوه إيه الله يقويك يا سلابينا هاي يا أخي سلابينا هاي. أنت يا زلمة أرجيني دكتور. أي بتحط إن شاء الله بالبواسير بتحشها هيك. سلابينا هاي. يا هامل تروح ولا الزلمة أنت سلابينا يا زلمة. عندي قاعد بقول لك عندي اقول لك شيء بجربها على الشبوه. شو تجرب علي؟ معك بواسير؟ لا ما معي شيء. شو تجرب علي؟ هي هيك بتفوت. لا شو هاي؟ بدي شيء. لا وبدي ارجع انا احطها نفسها؟ عادي جرب علي يا زلمه. معي وحده ثانيه. معي وحده انت مجرسم يا دكتور مجرسم انت. هذا عم يصير علينا اخي. انا طلعت معك توصلني اجرمانا مو تعمل فيني هيك. حنوصل. معي وحده ثانيه. كان اسمك انت؟ ابو احمد. ابو احمد يا زلمه نيال فاعل الخير عند ربه. هذا مو خير. هذا انت حتكون شهيد لانك فديت. شو شهيد هذا؟ انت جاي تسحب علينا. انا بدي اوصل على جرمانه. جاي تعملوا فيني هيك؟ وصلني على جرمانه. لك اخي عم اصلك على جرمانه. في الشوفير اللي اصلك على جرمانه. خلص روم من هون. نزلني على اليمين زلمه. لا تدفش على يا اخي. دقيقه بس. نزلني على اليمين. ايدك هيك. طيب اسمع ايدك نزلني على اليمين. هسه انا بتحش لك هيك دغري بتتوجعش والله. شو بتحش لك؟ ليك انا هسه بس افهم ليش فيش حدا حوالينا. تاخذ 5000 ورقه وتجربها عني؟ لا انا بعطيك 10000. انا طلعت معك توصلني. بعطيك 10000. الله يوفقك. خلص شيل عشان الله مش ملاكي ولا مريض اعالجه. خلص شيل. الله يوفقك. وعدهم طلعت عم تدفشني يا زلمه. خلص نزلني. خلص اكل لك ليك. ابو صاحبه معش قادر يسوي. بدي اقعد هيك شوي انا بس ارخي. يا عجبك هالسعيات يدر لك الخلفيه. ارخي البواسير شوي. ايه احسن ما تدحش له هاي. عم قول لك لو دكتور بتفهم ما كانوا فصلوك. فصلوك لانه ما بتفهم. لا لانه ما بتفهم. عمليات كان للبواسير. ليك ابو صاحبه انت مولني بكلب سيارتك؟ ايش يعني موني؟ خلص ما بعرف موال يعني موال مثل ما بتقولوا انتم بالشام. موال طيب سيريدك نزلها. سيريدك نزلها. روحك سيريدك نزلها. فادي ليه عم نمزح معك؟ ليه عم نمزح معك؟ هسا دكتور ودكتور تحاميل و معي لا دكتور طب ها ما فيني شيء. شايف هاي كاميرا فرج
هيك تذكرتني هي. الله يسامحكم. عادين انا باحلام العصر ضليت اكل قتل وجبت لي هون اكل قتل. ايه انت يعني عادي شغله انسانيه ما كان عن جد عن جد قلبه قاسي. قلبك كثير قاسي. لا وعم اقول لك انه انا اردني فطبيعي انه انت وياه يعني ولاد بلد وحده طبيعي تحاطوا. عن جد قلبه قاسي بس خلص حوصلك على جرمانه بشرط خلينا نعرضها. ايه عرضها سامحنا. ليك شو كفو انا اللي اكلت القتله. ليك شو كفو. بسم الله. ابو شاد عم بيحكي جسمي. هلا بدنا نعذيب الجرب لاول زبون بيطلع معنا. ايييي شربت عن جد انا. تعي يعطيك العافية. هلا المهاجرين. يلا تفضلي. يا اهلا وسهلا. اهلا فيك. وين على المهاجرين؟ هيك امبارح هلا انت بس توصل انا بقول لك كذا. بس وصل. اهلا وسهلا شلونك؟ كمان انت لساتك مثلي؟ ايه بس صار من 5 شهور تحممت. ما عم يعرفوا يعملوا دواء. شو هاد؟ احكي لي احكي لي هون احكي لي هون. ايوه انا بدي مين يحكي لي احكي لي مشان الله احكي لي. حدي حدي وين جاي؟ لا ولا شيء ولا شيء. يمكن يمكن شرب. اليوم استرزقنا. شو ايمت اخر مره متحممين فيها؟ عفوا؟ ايمت اخر مره متحممين فيها؟ ليش في مي سخنه لهلا؟ انا تحممت بجوز هو من سنه ما بعرف. اختي انت ايمت اخر مره تحممتي فيها يعني على اساس؟ اكيد صار لك هيك مثلنا. حكي لي حاج عم تسوح حكي لي. لا ما بستحكم انت احكي لي هون هون هون. حكي لي. بعدي عني اذا بتريدي لو سمحتي يعني. لك حكي لها اختي حكي لها. شو حكي لها ما حكي لها؟ والله فكي لها زنقتها البنت كمان. اذا بتريدي لا عاد تلمسيني. خلص بعدي. طب كنتي تقعدي عند اخوك ليش قعدتي هون؟ اذا بتريدي استفدين عدم انه اسا اكثر جربان. اذا بتريدي اعملك خلص لك نزلني لا تفتح. وين بدي نزلك لك اختي؟ ما ما بيعدي هذا ما بيعدي حساسيه هي جرب على حساسيه. ايوه انت بس بعلك حكيني. شو بدي احكي فيكي؟ انت بدك واحد يحكي لك من جوا. كيف خف عليك انت؟ ما خف لحمود ها ليكي ليكي وشي ليكي ليكي وشي شلون؟ شوف شوف انا كمان ليكي انت وشي وليه؟ احكي لي احكي لي. لك خلص بقى خلص اخي نزلني هون. لا اختي وين بدي نزلك بنص الشارع؟ حكي لي للمخلوق حكي لي يعني عن جد مثل ما قال وما بيحك جلدك الا ضفرك. حكي لي لك اختي حكي لي. شو بدي احكي فيها لحالك؟ مالي خيرك مالي خيرك. احكي لي احكي لي راسي من هون من هون. وليه وليه دخلكم؟ وين يا عمي يا عمي يا عمي؟ بيك بيك؟ شو بك؟ كمان عم بحكي؟ بحكي له الصبح. اكبر الله العظيم على هالنهار. على 500 ليرة حق الدواء حكي لي. شو بدي لك؟ شو بدي حكيكي لحد بس قليلي؟ خلص شو رأيك تنزلني هون؟ دبر حالي أنا بعدين. طب حاسبينها بالطلب لنزلة. وليه؟ وليه أخي هات شي نحكي فيه دخيلك. دخيلك دخيلك. الله حخيفتك حكيني بتكلم. خلاص ما بعدي عني لا تلمسيني كرمال الله. شو الزباين عم تطلعوا من حد لحد لتخيل. لك اختي ليش ما في قلبك كرت يا رحمه؟ رح جن رح جن. حكي لها قلبي رحمه ولا انتو؟ حكي لها. خلص لك لك حكي لها. خلص نزلني نزلني هون. خلص تعي 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 قبل ما تنزلي لك شغله دي لك شغله دي لك شغله تعي تعي. لك اهلا فادي اختي عم نمزح معك شو بي؟ هلا هذا مزح معك شايفه هاي؟ شايفه هاي؟ هاي كاميرا. والله هذا ما اسمه مزح يعني. لحظه بس لحظه لك صدقتي جربانين نحن وما جربانين. هلا انا شكلي وحده شكلي وحده جرباني. هلا انت ايه شكلك؟ والله هذا واضح يعني فادي. طعم الربي يا اخي ما عرفتيني؟ ما شافتني كلي هي. انا بشتغل معك وما عرفتك والله مو اشطر. أشتاش والله هذا مو مزح مزح وغير مزحة ملايته غير الجرب. كيف أخذتي عاسفي عن جد و... لا سامحتينا وانا غليظين وانا شوي سامحتينا. أول مرة تشوف شوفير تاكسي يعني جربان مو؟ لا بس عنا سامحتينا. يلا سامحينا على السريع بدنا نعرضها. سامحتينا أكيد. شو اسمه؟ لافا. لافا سامحتنا لافا. وحنوصلك ببلاش يا لافا تكرمي ها. وهي ليك طالعة
ان شاء الله تكون بس مالها متجوزه. ورجيني لا صبيه صغيره شكلها مو متجوزه. طالع؟ لا نازل. اطلعي اختي اطلعي. يا حري عريشي بان عم ريشي. على البرامج لو سمحت. ايه تكرم عيونك تكرم عيونك. كانك طالبه جامعه لك اختي؟ ايه اعلام. اعلام؟ اعلام اعلام اعلام. والله انتم ما حدقتكم جماعه الاعلام. لا اذا الله ما خيبني عمرك 24 سنه. يعني هيك شيء. قديش صغرتك؟ خلاص ما في داعي هالاسئله الخاصه. والله البرد ذبحنا يا اختي ذبحنا ذبح. شو المنخفض ها؟ الله يعيننا. ها؟ ماما هي خالتي واقفه هون بيطلعها بعد اذن شواربك. بعد اذنك عفوا. خالتي يا ماما خالتي يا خالتي ليش دخلت علي خالتي لهلا؟ شو خالتي طالعة لعنا على البيت؟ اه ايه والله يا خالتي. شلوني؟ الحمد لله ماشي الحال. كيفك انت؟ والله على كيف كيوفك. بس ايه؟ نوصل الاخت معنا هون على البرامكة طالبة اعلام. والله فرجيني وجهك يا حلوة. بس ما عم بتقلي اي سنة. مرحبا. بتعرفي شو قربي لهنيك لحاكيكي كلمة. عم فكر اخذك عروس لإله. طب بركي مرتبطة متجوزة. لا لا مو مرتبطة. شو رايك خالتي؟ طولي بالك لخالتي. عم فكر اخذك له عروس. شو قلتي؟ عروس ما عروس. ليه؟ ما شاء الله عليكي. ما بعرف لسه. شو؟ تعرفي اختي تعرفي عادي عادي تعرفي. الله يبعث له بنت الحلال يا رب. لك ليش ليش وافي وافي ليكي شو ما كنتي تكوني انا موافقه عليكي ليكي بدي اخذك له خلص. خالتي خالتي بكشف القلم عيب خالتي عيب. لك اسكت انت اسكت لما بحكي معها. بكشف ليكي بس رمش معناتها انا خجلان. خلص خلص خالتي ليكي حبيبتي بدي اياكي له عروس. يا ليكي ما احلاكي انت هو ما احلالك. خلص وافي. فعليا بتشتغل بتطلع مصاري. قال لك انت بتشتغلي شي بتطلعي مصاري؟ شو؟ بتشتغلي بتطلعي مصاري؟ لا 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 ايه خلص معناتها شغل التاكسي ما كثير عم بيوفي. ليكي ليكي انا والله خليكي انا عم اقول لك بتوفي لك قبلاني انه ليكي ليكي الحكي بيناتنا هو عاقر عاقر. عرفتي ليش؟ شو؟ عاقر. عرفتي ليش؟ بدي جوزة وخاصة أحد. خدينا وحدة عندها أولاد طيب. لك لا لا أنا بدي لا ما إيه. بحب الطلب المسبق أنا. لك بدي إياكي إلك أنت حبيبتي. حبيبتي أنا ما بدي أتجوز. أختي كنت بتسهري ما بتسهري كل شيء أنا ما فاعل عليك. شو بتسهري؟ عم لك ما بدي أتجوز. يعني ما لك متجوزة ولا لك مرتبطة ها ها. هي مربط الفرس. شفت هي مربط الفرس. شفت يا خالته اجت عم قلك هاي مربط الفرس. عم قلك عم قلك اجت على الوتر في خلص. انا 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 بلبس قصير وبحط لك شو بتلبسي قصير وانت محجبه؟ اه شو بتلبسي؟ شلون ثياب سبور ما حدا بيقبل هيك. لك يا اختي قبلانين فيكي شو ما كنتي على عيبك انا قبلانه فيكي. طبعا بعدين ليكو العريس موافق. طبعا شو لا لا شو ما لك وافي اذا هلا ما وافقتي ممكن يصير معنا اي شيء. ممكن هذا انا عصبيه وهرموناتي بتضل هيك مخربطه. انا عصبيه انا شفتي لك ميت بالعصبيه. لا لا والله قلت لك حبيبتي ما بدي ما بدي اتجوز. انا ما بدي اتجوز انا ما رح اقبل فيها. طب انا وافقت عليكي لاني حبيتك دخلتي قلبي. حبيبتي لسه عندي دراسه امي ما رح تقبل. هو ما وافق انك تكملي دراسه. ايه بنجي بعد بساعه. هلا ادرسي من هون لساعه بنجي بعد بساعه. ايه تمام ادرسي رح نرجع ناخذ الموضوع منك بعد ساعه او نجي المسل. امي ما رح امي ما رح تقبل. حبيبتي امي ما رح. ليش ما حتقبل؟ لا تقبلي ما عليكي. خلص على فكره وترتي حالي انا بطل حالي انا جننتي. لسه ما جوزنا وعم تعمل لي مشاكل. شو ها لسه ما اخذنا لسه ما اخذنا لسه ما اخذنا بعد بلشت تعمل لي مشاكل. قولي علي لك بكره بعد شو بدك تعملي لي؟ شو بدك تعملي لي بعد ثلاث سنين؟ ما بدي اتجوزك ما بدي اياك. عم تعملي لي مشاكل وامي وما امي دغري فوتي دغري عملت علي حمايه كمان امك صار بدها وما بدها. شفتي شو عملتي لي؟ شو عملتي لي اياها؟ ما بدي اتجوزك 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 ما بدي عم نمزح معك. عم تمزح معي؟ تعال شوفي هاي الكاميرا. انا فادي من النيو دوز بس متنكر ما حدا عارفين. وانا جمانة. انت عم تحكي عن جد؟ لك عم لا عم نمزح عم نحكي عن جد انه عم نمزح. عم نحكي عن جد انه عم نمزح. يعني ما بدك تجوزي؟ لا وقفتوا لي قلبي الله يسامحكم. لكي هاي كاميرا هون. هاي الكاميرا هون. وهي بقلبت النظارة. اعطينكم شو؟ احنا عملنا فيكي هذا المقلب. عندك مانع بعرضه؟